ما كاينش 76 العدد ديال المصوتين على السيدة الرئيسة. اسمحي لي سيد الكاتب العام، هاد النقطة القانون كيفرض باش تكون فيها أغلبية الأعضاء المزاولين، خاص يكون فيها 31 على 50% ديالو. كاينه يلا 52 واحد اللي مصوتة. أنا كنطلب منك تكلف الموظفين الولاية يحسبوا، كاين 52 عضو اللي مصوتين اللي صالح. باقي بلاتي، حنا باقي في 79 وحدة، حنا كنطالبوا نحسبوا الأعضاء بعدا، شكون اللي صوتوا معاه؟ لا السيدة الرئيسة، كنطالبوا باش تعاودوا تحسبوا الأصوات. لا غادي نحسبوا الأصوات. حسبي الأصوات. لا حسبي الأصوات اللي معاه، لا حسبي الأصوات. كاين 52 واحد اللي حاضرة. كاين 52. كاين 52 كتكتبوا حتى في الحساب. ديال الأعضاء الحاضرين. كتكتبوا حتى في الحساب الناس اللي حاضرين. الناس اللي حاضرين 52 اللي حاضرة. 52 اللي حاضرين. لا عاودوا الحساب. نعاودوا الحساب. لا نحسبوا الناس اللي حاضرين. وانتم كذبتوا في الناس اللي حاضرين، كيفاش غنخدموا في الميزانية؟ اش لا 79 بعدا ماشي قانونية. القانون كيدير ما كنضيعش الوقت. اش غيطلب منك تعاودي تحسبي؟ حسبي الاعضاء الحاضرين. سيد الكاتب العام، كنطلب منك تحسبي الاعضاء الحاضرين. 52 اللي حاضرين، وخاص يصوتوا 66 على الاقل. Hello.